شكرا السيدة الرئيسة، شكرا السيد النائب المحترم. أولا إشكاليات البحث العلمي مرتبطة ليس فقط بالأفراد بل كذلك بالتجهيزات وقدرة أي بلد على تشبيك جامعاته بالمختبرات الوطنية والمختبرات الدولية. والحمد لله بالنسبة لسؤالكم، السنة الماضية استفادت الجامعة المغربية من أكثر من 360 خبير مغربي زاروا الجامعة المغربية، إما في إطار التأطير إما في إطار البحث العلمي. وهذه السنة خصصنا موارد مالية استثنائية بالنسبة للمغاربة، يعني الذين يشتغلون بالجامعات الأجنبية والمختبرات الأجنبية، للإقامة بالمغرب لستة أشهر فما فوق بتعويض لا يقل عن 22,000 درهم شهريا زائد الأجرة التي يتقاضونها خارج المغرب لتشجيع هؤلاء لكي يستقروا بالمغرب لمدة على تقدر 6 شهور. ولكن وكما أخبرتكم الجديد هو أن هذه السنة هناك مشاريع لتمول من طرف المغرب، عروض مشاريع شاركت في هذه العروض 155 إما جامعة أجنبية إما شركة أجنبية بسبب المغاربة الذين يقيمون خارج المغرب. شكرا سيد الوزير.